مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل في هذه الامسيه التراثيه من عاصمه الميادين من ميدان الوثبه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله بهذه الشعارات، شعارات اصحاب السمو والشيوخ. هناك ايضا ننطلق ونسير دائما مع الصداره مع المركز الاول، يتقدم صوغان، هناك ايضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وعمليه تضمير سهيل بن سالم بن سهيل العامري. انتقل مباشره مع المركز الثاني والتحديات والاثاره في هذه اللحظات على المركز الثاني، اتابع هناك الاثاره، اتابع التحدي هناك ايضا والصراع في هذه اللحظات. ايضا مليح، ايضا اعزائي المشاهدين سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي في عملية تضمير، ولكن التحدي والإثارة هناك أيضا من ثاني المراكز في هذه اللحظات. أنتقل مباشرة هنا، أنتقل مع التحدي والإثارة، أنتقل هناك أيضا مع الصدارة مع المركز الأول مع هذا العرض الجميل، العرض المميز والاندفاع الجميل. يا سلام، هناك الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات، هناك الوصول من صوغان، الوصول من صوغان على الصدارة، سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، أتابع التحدي والإثارة من شاهين في هذه اللحظات، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. أنتقل مباشرة مع المركز الثالث، التحديات والإثارة هناك أيضا على ثالث المراكز في هذه اللحظات، والقدوم هناك أيضا من ثالث المراكز، والزحف المستمر دائما من هذه الشعارات والاسماء العملاقه هنا الذي تتواجد في عاصمه الميادين. هناك الغادي محلى المنطلق في هذه اللحظات من هذه الاسماء الجميله هنا المميزه دائما هنا بهذا اللون الجميل. يا سلام، الغادي ممليح، هناك سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي، وهناك ايضا التواجد في هذه اللحظات من هملول لهجن الرئاسه المضمر علي بن ميل الوهيبي، بينما هنا تسلل في هذه اللحظات هملول مع الشيخ محمد بن مطيع الحامد ومحمد بن بروك الحميري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما هناك أيضا التقدم من المارد لهجن الرئاسة، يتقدم المميز مبارك بن أحمد بن مايدة الخيلي. هكذا التحدي، هكذا الإثارة هنا، هكذا الانطلاق الجميل. هناك صوغان على صدارة هذا الشوط، سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري يتواجد ويندفع هنا على صدارة هذا الشوط والمركز الثاني. أتابع هناك العرض، أتابع هناك مليح على المركز الثاني في هذه اللحظات، سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي هناك أيضا يتواجد في هذا التواجد الجميل. والمركز الثالث، هناك الوصول من هملول مع الشيخ محمد بن بطيان الحامد محمد بن بروك الحميري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار، بينما هناك ايضا التسلل هنا في هذه اللحظات من مركز تلو المركز، يتقدم هملول لهجن الرئاسه ويتقدم ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي هناك ايضا في عمليه تضمير والتدريب والعنايه المستمره لهملول والعنايه المستمره ايضا لهذا الشعار. المركز الخامس، هناك اعزائي المشاهدين يتقدم المارد في هذه اللحظات لهجن الرئاسه ومبارك بن احمد بن مايد ال خيلي في عمليه التضمير، ولكن الله الله الله، اتابع مليح في هذه اللحظات، سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف المقبالي هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب، عوده الى الصداره، عوده الى التحدي، عوده الى الاثاره مع المركز الاول. هناك ما زال صوغان هنا يسوق كلمات الناموس، يسوق كلماته هناك ايضا المركز الاول هنا. الله على هذا العرض، الله على هذا العرض الجميل، صوغان هناك سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وايضا سالم بن سهيل او سهيل بن سالم بن سهيل العامري هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. المركز الثاني، اتابع المركز الثاني، اتابع اداء شاهيني بالفعل، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. المركز الثالث، هناك الوصول في هذه اللحظات من هملول معالي الشيخ محمد بن
محمد الحامد، محمد بن بروك الحميري هناك أيضا في عملية تضمير على المركز الثالث. ولكن تابع اللي بتابع وشوف هذا الشعار، شوف هذه الأسماء الجميلة هناك أيضا والمميزة من هملول لهجن الرئاسة، ويتقدم هناك أيضا علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. الله الله الله، المركز الخامس، أشوف المالد، أشوف المالد شعار هجن الرئاسة. ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير مع المركز الخامس. المركز السادس هناك أيضا يتقدم في هذه اللحظات مليح سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي هنا أيضا في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. عودة، والعود أحمد، عودة إلى الصدارة، عودة مع الاندفاع الجميل هناك أيضا. شاهين 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 مع الصدارة، شاهين مع المقدمة هنا. الله يا شاهين. سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي هناك أيضا يتواجد على المقدمة، يتواجد على الصدارة مع المركز الأول. المركز الثاني سوقان هناك أيضا، سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري هناك أبو سالم، من يتواجد في عملية التضمير والتدريب. هملول هناك قادم، وهملول آخر هناك قادم على المركز الثالث لهجن الرئاسة هنا علي بن يميل الوهيبي هناك، وأيضا هنا معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد محمد بن بروك الحميري في عملية التضمير والتدريب. الله على هذا الرقص، الله على هذا الرقص. هنا بدينا هنا فعل كيلو الأخير، الكيلو والمئتين في هذه اللحظات. وهنا أيضا ما زال شاهين، ما زال شاهين مع الصدارة مع المركز الأول. هناك أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، يا سلام، تقدم هملول هنا، انطلق في هذه اللحظات. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، بدينا في الغلاف الجوي، بدينا هناك أيضا في هذا الكيلو اللي ما بعده كيلو. هنا هملول اندفع، هملول اندفع، هملول غادر هنا مع الصدارة والمقدمة. الله يا الظافر، الله يا الظافر. يتواجد علي بن يميل الوهيبي هناك أيضا في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة على هذا الشعار، الشعار الرئاسة. ولكن ولكن المارد، المارد 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 يتقدم بشعار هجن الرئاسة، يتقدم المميز هنا. مبارك بن أحمد بن مايد آل الخيلي. الله يا سلام على هذا العرض الجميل. هجن الرئاسة هنا من تسيطر على المركز الأول والمركز الثاني، ولكن يختلفون الفطاحلة، يختلفون المضمرين. هناك المميز وهناك الظافر، الظافر على الصدارة مع هملول لهجن الرئاسة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الاندفاع، شوف العرض هنا أيضا مع الأمتار الأخيرة. تهانينا 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 لهجن الرئاسة وعشاق هجن الرئاسة ومتابعي ومتيمي هجن الرئاسة هناك أيضا على هوز هملول. أيضا هنا تهانينا والناموس العلي بن يميل الوهيبي هناك المضمر لهذا الشعار ومضمر هملول هنا أيضا في هذه اللحظات. تهانينا والناموس على هذا الهوز، هناك لحظات وصوله وعبوله إلى خط النهاية من هملول لهجن الرئاسة. وتهانينا أيضا العلي بن يميل الوهيبي المركز الثاني، كان من نصيب هناك أيضا أعزائي المشاهدين المارد لهجن الرئاسة. ويتقدم هناك مبارك بن أحمد مايد الخيلي في عملية التضمير المركز الثالث. كان من نصيب هناك أعزائي المشاهدين التواجد في هذه اللحظات هملول، هناك معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، بينما المركز الرابع التواصل هناك أيضا مستمر أعزائي المشاهدين من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، بينما المركز الخامس لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. هناك أيضا أعزائي المشاهدين من هذه الأسماء الجميلة، هناك أيضا والانطلاقات الأكثر من رائعة هنا أعزائي المشاهدين في عاصمة الميادين. وهناك أيضا مليح سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم. هكذا انتهى أعزائي المشاهدين العرض الجميل، وهكذا التوقيت الزمني عبر أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية 9:39 جزءا يتيما من الثاني. تهانينا والناموس لهملول لهجن الرئاسة والعلي بن يميل الوهيبي. يتقدم المارد على المركز الثاني لهجن الرئاسة، ويتقدم المميز مبارك بن أحمد مايد الخيلي. والتوقيت الزمني 9:44 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث هناك هملول معالي الشيخ هناك محمد بن بطيئة الحامد، والمركز الثالث وتوقيته 9:45 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.
على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق شوط جديد وجولة أخرى من جولات هذا المساء، شوطنا الخامس الذي يحمل في طيات الإبكار.